نعم، كاين لقاء ديال ممثلي الأقاليم. لا كاينه في الأقاليم، يعني زوج ثلاثة من كل إقليم، زوج ديال الذكور وامرأة، يعني راهم الناس صيفطوا علينا جميع الأقاليم غطات الحضور ديالها لحد الآن. الاتفاق هو تأسيس حركة يسارية جديدة، بطبيعة الحال مشروع سياسي، وهذا غادي تعلن عليه فيما بعد. الزعماء، كاين زعماء يعني، كاينين مناضلين مساهمين في التأسيس، غادي يختاروا من يقود في اللحظة، في الوقت المناسب. من الصعب أنهم من الآن يقولوا هاللي الزعماء، لا، ما كاين لحد الآن، ما كاين لا زعماء ولا غيرهم. كاينة حركية انتفاضة واسعة بجميع الأقاليم والقطاعات، غادي تجتمع وهي اللي غادي تقرر. هذا الانطباع اللي كاين الآن، أنه الالتحاق واسع. الأقاليم راه عامين وهذه هي كتشتغل، الناس مهيئين القوائم ديال الاتحادين اللي غادي يلتحقوا، اللي كيشتغلوا في هذا الاتجاه.